قابلة للإبناء والتوسع، ولماذا؟ هذا أيضا يدخل في إطار الفكر تمام والتفكير والتحليل. الجروب بعدين بالجروب خلاص على طول الجروب الآن موديل مباشر مباشر. أنتقل أيضا أسس تجميع الوحدات التنظيمية، تجميع الأفراد والوظائف والوحدات التنظيمية. هذا ما يتعلق بالخطوات الآن غير التنظيم، الآن في إعداد الخارطة التنظيمية والهيكل التنظيمي، وهنا يتمثل في تجميع الأفراد وظائف الوحدات التنظيمية أو دوائر وعملية تطلق عليها تمام. أي تقسيم أو إقامة الدوائر والأقسام تعتبر هذه العملية المفصلة الرئيسية الثانية. طيب في المنظمة الصغيرة جدا يستطيع المدير رؤية مكمل العمل والمهام لاحقة العملية تكوين تقسيمات ودوائر. طيب أما أسس التقسيم أو إقامة الدوائر المختلفة فهي الأساس الوظيفي، هذا أنواع برضه أنواع التقسيم الوظيفي، عفوا أنواع التقسيم التنظيمي، تقسيم على مستوى الوظيفة، وهذا يتمثل في الخارطة التنظيمية تجمع أفراد متشابهين في مهاراتهم وظائفهم. هذه الخارطة تبين الأساس الوظيفي. المدير العام بعده إيش؟ ها؟ أنتم؟ انتبه شكرا. المدير العام بعده؟ مدير الإنتاج، مدير التسويق. هذا التقسيم على أساس إيش؟ على الوظيفة. أساس الوظيفة. إنتاج التسويق. على أساس المنتج؟ الرئيس. أيوه. الرئيس بعده مدير إيش؟ إنتاج مساعد. مدير. تاني موظفات يعني كلها. وبعدين هذه ثقافات الدكتور تختلف من مكان لمكان. أحسن طبعاً. كل شيء كذا. تبع الموظفات حسب. يعني رئيس عندنا. بس هذا غير التنظيمي. الآن قدوم الآن عندنا يسموه مدير منتج. يعني مدير نسيين، مدير قمرية، قدوم مدير. كان أخصائي قدوم مدير. يعني قدوم الآن سووا. حسب ما تريد. وعشان زمان قالوا مدير ملابس نساء، ملابس أطفال، ملابس إيش رجال. الأساس الجغرافي مدير المنطقة الشمالية، مدير المنطقة الجنوبية، مدير منطقة عدن، مدير منطقة صنعاء. أساس العمل التاجية مدير المبيعات، مسؤول خدمة الزبائن، مسؤول استلام الطلبيات تنفيذها، مسؤول المتابعة. أساس وجبة العمل مسؤول وجبة العمل الصباحية. وجبة العمل إيش هي؟ الوجبة إيش هي؟ مسؤول وجبة العمل. أساس وجبة العمل البوفيه هذا يسمى لا هذه يسمى وردية. الوردية كلها النبطشية الوردية وردية اسم النبطشة نبطشة. احنا عندنا الوردات وقت تطلع عندنا بمجموعة دكتور قديمة. بس هنا شوف 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 يا دكتور الترجمة غلط. لا لا هو شيف تايم. لا شوف أنا معك بس هو مسؤول وجبة العمل الصباحية يسموها بالدارك كذا حتى على مستوى المجموعات الصغيرة. شوفوا التقسيمات هذه احيانا وهم الاولى وهم الثانيه الورديه الاولى والورديه الثانيه. ها الورديه الاولى والورديه الثانيه. بس البعض يسميها وجبه. يعني شوف شوف هي 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 مصطلح زي ما فضلت كانه اختلس حرفيا وتم ترجمه الانجليزي بشكل حرفي، لكن هو تاخذ مفهوم الورديه الورديه هذا عشان انا سمعت اكثر من ما كثير. لا احنا بنعتبرها وجبه كنا بنمشي على وجبه. انا عرفت عليك بالظبط امس قبل امس وجبه رمضانيه. طيب انا سعيد لا 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 في كل المجموعه هاي سعيد يعني رمضان وجبه رمضانيه. ايش يعني يجيبوا زقيم وزيت وجامع وجبه وجبه رمضانيه. الحمد لله قدمتهم على وجبه الاصدار وجبه يجيبوا اللي بيداوم اجل دوام وقت رمضان يعني وخطوع تسب له مبلغ قدر وقت رمضان. لازم شو بتقال هذه المؤسسه ماشي بالمؤسسه كذا عمل مؤسسي عمل مؤسسي بس ما في حد اسمه هذا هم الحين تمام. كل واحد يجيبوا اللي كان في اقصى تخيل في دروسيا طبعا مشتري غزاله ضخمه جدا انت تمشي تركب لي بطاقه دروسيا سكان بدائيين كذلوا عندهم لسه في القرون الوسطى. اوه سكان تمام. ها
يعني ها؟ بدي أعشر كسر. الآن يبدو لهم مدارس، يبدو لهم يعني شطوا لهم بعض الطرق، أحضروا لهم أبار ما في شيء خلق يبشون يعني بدون قد تستغرب أدراء شيء مرمى شيء من هذا الشيء بدون سيادة جديدة يعني. كبيرة إيش كبيرة؟ جزر كبيرة في ذلك هنا خارج منطقة سبع ساعة لذلك دكتور النصارى تمكنوا من الأندلسيين بشكل كبير النموذج الاخر التقسيم الاخر المفترض المفترض الجيران ياخذ اكثر من نموذج من هذه النماذج اكثر من نموذج من النماذج السابقه ايوه اكثر من نموذج ياخذ احنا ايش قلنا هنا انواع الهيكل التقليدي الهيكل التقليدي ايوه اول نوع ايش كان الهيكل التقليدي ليس مسقوط التقليد هنا هيكل قديم انقرض وانتهى هذا الباب بل مقصود ان الهيكل معروفه منذ زمن بعيد مستخدمه حتى الوقت ليش؟ حتى الوقت الحالي تمام عن المحتوى الحقيقي وبعد الهيكل الرسميه تحقيق باب شرف الى اخره الهيكل الوظيفي وهو طبعا اقدم من اقدم الهيكل التنظيميه المعروفه مجرد ان توسعت الانظمات وازداد حجمها ضربت هذا المعنى الهيكل نفس الشيء نعم والهيكل اساسا هذا هو طبعا الهيكل الوظيفي وليس مدير عام نائب مدير الإنتاج هذا وظيفي مرتبط بالوظائف ليش أساسا تسلط هم مزايا هذا النمط استفادة من اقتصاديات الحجم كفاءة استخدام الموارد تخصيص المهام إلى طيب أما أهم الأشكال اللي تواجه هذه الهيكل صعوبة استناد هذه العيوب طبعا صعوبة استناد بعض المهام والمسؤوليات ذات الأهمية القصوى وغير الاحتياج طيب الهيكل على أساس الإنسان هذا النوع الهيكل تقام فيه الأقسام بسبب ضخامة حجم منظمة الأعمال وكأنما كل قسم من الأقسام هو منظمة قائمة بالكامل هذا له هيكل خاص فيه مش كده؟ مرتب على أساس البلاغ بين تجميع الوظائف الأفراد والمهام على أساس طبيعة تفكير القسم الكبير هذا يوضح مقارنة بين الهيكل على أساس الأقسام الهيكل مزايا وعيوب هذا النوع هذه مزايا وعيوب سرعة استجابة القوات التجارية المتطلة ضعف الموارد الهيكل المصفوفي وهذا يجمع هذا النمط من الهيكل التنظيمية بين النمط الوظيفي ونمط الأقسام وذلك هذا الاستفادة من ميزات الاثنين باقي التكسر هذا الأمر من خلال المصفوفة تسمح بوجود فرق عبر الأنشطة فرق عبر الأنشطة المختلفة لإدارة تكليف منتجات معينة ومشروعات هذا المصفوفي واضح هناك مدير هناك رئيس وهناك مدير لكن هذا المدير يتبع النائب الرئيس او نائب الرئيس سلطه عمليه وظيفيه واضح شباب زي ما قلت لك عمليه في الهيكل المصفوفي زي ما قلت لك ايوه لا بس قاعد اعمل شغل كلمه بس قاعد اعمل شغل ماليه ومصالح هذا بس المصفوفيه هناك شو؟ المصفوفيه هناك شو؟ المصفوفيه هذا الحال هذا مصفوفي محتاج وهذا المدير المنتجي وهذا المدير المنتجي لكن في الكل يتبع من؟ هذا يسمى بسلطه افقيه تمام من الاقسام هذا شوف الترابط ما بين هذه الاقسام بالاضافه لمدير المنتجين ومدير المنتجين لكن هنا شوف نائب هذه ثابته هذه الوظائف الاساسيه ثابته نائب رئيس شؤون التسويق نائب رئيس شؤون الانتاج وهكذا ثم يتفرع منهم شوف بيخش بتقص السلطه هنا عموديه قد ما يخلق ايش؟ سلطه افقيه افقيه لانه مسؤول عن مدير المنتج المنتج A مدير المنتج A B قال ان العاملين في الهيكل المصفوفي يتعرضون الى سلطتين في نفس الوقت سلطه راسيه وظيفيه وسلطه افقيه لمن؟ غير اقسام نجاح هذا المنتج يعتمد على قدره مدير المنظمه على المراقبه والتعامل مع الجميع سواء كانوا في الوظائف الرئيسية أو الأقسام ونتبرز مشكلة الرئيس المستوى المهني. هذه المزايا والعيوب لهذه الأقسام. هذا الهيكل أو الهيكل الحديدة مع الترابط الاقتصادي بين دول العالم والعولمة وتحول منظمات إلى أنظمة مفتوحة أكثر مرونة لإدارة الاستجابة للمتطلبات المتشابهة. مدونة الأعمال تطورت هيكل التنظيمية لها القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق وتوجهات المستهلكين واستخدام التكنولوجيا المتطورة إلى آخره. نستعرض في هذه المبادئ العامة التي تحكم العمل في إطار هذه الهيكل الحديدة
السم كونها هيكل فقهية، التركيز على العمليات وليس الوظائف المطلوبة. هذه من الأشياء المهمة التي تميز الهيكل الحديدي. التركيز على شو بك؟ عمليات. على العمليات وليس عملية. وضع الأفراد وضع المسؤوليات من العمليات الأساسية. تقليل مساعدة الهيكل التنظيمية مع زيادة إيش؟ استخدام فرق العمل. تمكين العاملين من اتخاذ قرار ذات تأثير كبير في البداية. استخدام تكنولوجيا المعلومات والتركيز على المهارات المتعددة. طبعا استعرض هنا هذه انواع الهيكل الحديثة، هيكل الفريق وش ما كم باقي؟ كثير كثير والله الباص مرفوس من خلاص طبعا الباص طبعا نصف ساعة بس خلينا نكمل كذا رقمين ناخذ في لحظة ها؟ كذا طلع عليك مفاهيم أساسية هيكل الفريق الفريق على كل ما شاء الله موضحة تماما أي يمكن ما نرجع عليك ونرجع مع شاء الله واضحة واضحة هذه بس أرجع اللي ها اللي طلع عليك الكاميرا أبو مشتور الفيديو على الأقل بعد أنا محاضر اللي ما نوقف ما تقدروا اختار لك أيوة تكبر كده بس بسرعة بس بسرعة طبعا المستعرض هنا الآن أهم أنواع هيكل التنظيمية الحديثة هيكل الفريق فرق العمل على أساس كالكولات أساسية أنواع الهيكل المقصود فيه أو بهيكل الفريق الهيكل الذي يستخدم أو يستخدم فرق عمل دائمية ومؤقتة مشكلة من أفراد مختلف الوظائف مثل تحسين العلاقات طيب كآخر اتصالات جانبية هذا ما يتعلق بهيكل الفريق هذا هيكل الفريق هذا متمثل وتقسم في الشكل هنا مدير عن مدير مواد بشرية مدير شؤون هندسية يتفرع منهم طريقة تقسيم تروع في القطاع طيب هذه أهم المزايا وأهم الإيش؟ أهم العيوب بالنسبة لهذا الهيكل الهيكل الشبكي والهيكل الذي يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات تمام يربط المنظمة مع أطراف خارجية مثل المجهزين تعهدين خدمات وغيرها طبعا امتداد فقهي فعلي هذا هو نموذج الهيكل إيش؟ هيكل إيش؟ هيكل الشبكي شوف مركز نادي الشركة وين؟ توزيع أوروبا، داخل كوريا، شركة تصميم معروفة هذه. المنظمة هنا تبدو كأنها محور مركزي تعيد به شبكة من المتخصصين الخارجيين لا تكون مجتمعات على سقف واحد. طيب هذا عيوبه وهذه مزايا وعيوبه. الهيكل اللامحدود الافتراضي يسمى. أصبح المخلوق من المألوف الحديث اليوم عن منظمات بلا حدود أو منظمات افتراضية. في منظمات وزيلت فيها الحواجز بين المنظمات الفرعية الداخلية وكذلك مع البيئة الخارجية. افتراضية داخلية شركات الإنترنت اللي التجارة الإلكترونية عن طريق الشبكة. المنظمات الافتراضية تستخدم بكثافة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت لغرض إزالة الحواجز بينها وبين المجهزين والمسؤولين والمنافسين وهكذا. طيب هذه الهيكل الافتراضي تمام. وهذه المزايا وهذه عيوبها قضايا أخرى مهمة في التنظيم تمثل يعني هذه القضايا أن الهيكل التنظيمي الذي يسود القاعة التنظيمية يمكن أن ترى من خلال القوانين المهمة في التنظيم الرسمي الذي قد أشار إليه مثل وسائل الإدارة المختلفة وطبيعة التأشيرات طيب هنا أهم هذه القوانين التنظيمية التي يجب يعني إيش هذا؟ يجب أن تعيها الإدارة وتجعل منها مفردات حية تمام مثلا سلسلة الأمر تعطي الخارطة التنظيمية صورة من خطوط السلطة ارتباط كل وظيفة عملية من الوزارات الأعلى منها سلسلة الأمر هي سلسلة السلطة المتصلة التي تربط الأفراد في المنظمة أيا كان موقعهم وتوضح من يرأس توضح إلى الأس تمام من وإلى من قدر تنظيم الكاسرة تظهر سلطة الأمر بمبدئين وحدة الأمر ومبدأ التدرب وحدة الأمر شو أن كل فرد عامل في المنظمة يكون مسؤولا من مشرف واحد فقط مش كده؟ يعني كل معنى مسؤول واحد يربز باقيات الأوامر مبدأ التدرب هذا يعني أن تعلم السلطة بشكل واضح يجب العاملين في المنظمة وفق تدربهم الرسمي الهدف يعني هذا رئيس وهذا مرؤوس تمام؟ عندما يزداد حكم المنظمة تقرأ إلى أخرى هذه الأسباب في المنظمة صبر لي هذا بالله أشكرك على الزملاء تمام الآن لو خليك منك استعملوش
رجل بشكر. خلاص الاولى توصلت عندك المجموعه. السلطه هي الحق الرسمي القانوني للتعيين المدير لاتخاذ القرار واصدار الاوامر. السلطه ملازمه للموقع الوظيفي وليس للافراد. كانه التقسيم يا دكتور كانه التقسيم للتوظيف للتوصيل. عندنا السلطة وعندنا المسؤولية وعندنا المسألة الأرضية. يعني كقصة وظائف تفصيلها وشيء. السلطة ملازمة للموقع الوظيفي، هذه من المصطلحات الأساسية في التنظيم. السلطة هي أن تكون مقبولة بالقوى الروسية. السلطة تتفق من أعلى إلى أسفل من خلال أهمية المنظمة الروسية. السلطة لأنهم يعرفون أن المدراء لهم هذا الحق القانوني والرسمي إلى آخره. تفق السلطة الأساسية باتجاه المستويات الدنيا في الهيكل التنظيمي. واضح هذه؟ ها الموقع المدني كان من اعلى الى وجهه الانترنت الى اسفل. السلطه المسؤوليه هي واجب الفرد العام في منظمه الاداء العام والصلاه والسلطه، هذه مسؤوليه الجانب واجب يقوم به الفرد لاجل انجاز مهام محدده. المساءله اللي هي العرضه المحاسبه لها تدرب سلطه مسؤوليه بعد ايش؟ مساءله عندهم مساءله حاسبه يعتقد كل الفرد العام عندهم السلطات المسؤوليات عندهم معرضين لتقديم تقارير تبرر وتعليل اسباب النتائج التي طيب التفويض ايش يعني؟ تخويض فوضى مشاكل ايوه فوضى تخويض بصلاحيات سلطات المجموعه المديرين تمام؟ استعملوها بشكل دائم ها؟ استعملوها بشكل دائم عشان تشتغل انت وتنجح لا بتخوض بصلاحيات تخوض تفويض من زائد التفويض التفويض مهم كامل لشخص واحد لا يوصل لا يصح بتقسيمها ايش قالها؟ تفويض مهمة كاملة لشخص واحد لا ينصح ايش؟ تقسيمها تقسيمها. اثنين اختيار الشخص المناسب فليس جميع العاملين لديهم نفس ايش؟ قابليات التأكد من السلطة الممنوحة الكافية تكافئ عفوا تكافئ المسؤولية. طيب أهم مزايا عمل التفويض صاحب تعليم المدراء اعتقاد المدراء دائما انه يمكن عرض مقابل انه هناك عقبات او هذه عيوب تمام نقص الثقة بالآخرين تمام يعني في تحديد جيد وتعريف ايش؟ تغيير الوظيفه والمجهود. بطاقه الاسلام ايش المقصود فيها؟ المدى العدد العاملين او الواحد العاملين ايش يكون عليه؟ تغيير اداء وانجازه مدير معين مدير واحد الذين ايش؟ بشكل عام بشكل عام فان هناك عوامل عديده تحدد طبيعه بطاقه الاسلام. اولا عندما يؤدي مهندسي الاعمال تصير بالثبات والاستقرار. كده؟ والروتين يعني بطاقه الاسلام يكون مناسب والعكس. عندما يقدم الروسين اعمالا متشابهه وتتكلم بنطاق الاسلام اصبح اسعى. ما يرد عليك الكلام. الى اخره. تمام. ما يرد عليك الكلام. واختم هذه الفقره لابد من اشاره العلاقه بين المعتمد التنظيمي ونوع نطاق الاشراف المعتمد في المنظمه. تمت منظمه نطاق الاشراف واسع تصبح سلسله الامر. هذا تصير عبد المسجد الاداري الى اخره. هذا طبعا ما يرد عليك نطاق الاشراف في تنظيم المركزيه المركزيه المركزية والمركزية ايش تعني المركزية؟ تجميع وتركيز السلطة وين؟ خاصة في الإدارات الاستراتيجية الاستراتيجية اللامركزية التنظيم الحديثة والتجهيزات الجديدة والتعامل الوظيفي هذه انتم تقراوها ان شاء الله بشكل عام ان هناك العديد من العوامل تؤثر بالمركزية والمركزية الاستقرار تغيرات المركزية اللامركزية احسن من التغيرات الكبيرة على التركيز العالي العالي في الثورة اللامركزية استراتيجية المنظمة الحديثة المركزية والمركزية وهكذا. أنواع السلطة عرفناها طبعا السلطة نتكلم عن السلطة المباشرة التنفيذية وهي تمتع بها من المدراء في كافة المسائل يعني السلطة المباشرة يسمونها أو التنفيذية اللي يتحملون المسؤوليات المباشرة في إنتاج الشرع والخدمات بما المنظمة نعم يمثل رئيس القيادة العالية للكلية ورؤساء الأقسام في الخبرات إلى آخره هذه تبين لك السلطة الشرعية سلطة ايش يسمونها؟ سلطة الكادر المساعد هذه تقديم الخصوص والمشورة لمن؟ لتأخير القرارات. نعم، أول ما فهمنا المنظمة كانت كبيرة الحجم أنها تحتاج إلى سلطة استشارية كانت صغيرة ليس دور كادر مباشرة خدمات واستشارية دور الثاني مساعدة الكادر بدور آليات سلطة وظيفية تضمن حتى إعطاء أوامر وإصدار قرارات بدون أسلوب معين جزء من أجزاء نظام الحكم. آخر المنظمة الكبيرة هذا هيك طبق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكرم الله أكبر أعتقد أنه هذا أكثر شكرا.
اكرم عالم ما بدي بالي بكونوا في عرض اكرم عارف لا والله ما بقدر شارع اليوم انا تعبت تعبت انا الان جالس وشغلنا بتعطيك فرصه بس ما جيتش ها؟ حصل لي ضربة. طيب احنا معنا خبرة اساسية المشكلة. طيب معنا التصميم المنظمة والتغير والتطور. اعتقد في كمان ال الابداع هذا السابع عشر. ما لوش معنا؟ لا. ها؟ لا دكتور قفزها السابع عشر. اوكي نبدا الافكار اقول لك يا دكتور 13 فاصل بعد القفز السابع عشر بالاحنا الساعه كتاب كبير جدا احنا اخترناه من بعض نتمنى نراجعه ان شاء الله على الله الفصل السابع عشر ابداع الافكار ايوه يعني متربع بينكم بالفصل الثاني عشر التسعه عشر رجاء التسع حلو التسع ان شاء الله ان شاء الله خير بسم الله عبد الرحمن و بدك تعمل علم الجروب الان وقرات اللي يحب الاستاذ الوقت اللي يريد ياخذ خلاص خلاص هذه اللي يدعوا الفكره دكتور هذا خلاص مسامح هلا عندك ولا لا؟ هلا بس مش مسامح مسامح ما يحتاج ايش؟ ها؟ ما تحتاجش هذه زايد فكرة خارج يعني هذه واجد فصل السابع عشر قفزة يعني إذا خلاص أطلب منك إلى أنك طيب بابك ما عندي إيش طيب كم وصل الكروت؟ يا أخي والله يا تقريبا كم؟ في عندنا ناس